ليا بننتقل لفقرتنا الاخيره لليوم مع عالم الطب والصحه لنحكي عن موضوع كثير مهم عم يعاني منه الاطفال، فينا نقول رضع اللي بتقل اعمارهم عن السنتين ممكن يعانوا من اصابات عدوى في المجاري البوليه بتظهر على شكل حمى او تقيؤ او اسهال او الم بطني او رائحه بوليه كريهه، وفي اطفال ممكن اللي بتزيد اعمارهم عن السنتين المصابين بعدوى في المجاري البوليه بتشكل عندهم اعراض اخرى نموذجيه لعدوى مثاليه او الكليه عند الاطفال. لنحكي عن هذا الموضوع واثاره الصحيه على الاطفال معنا الدكتور عدنان حسامي، اخصائي جراحه بوليه ورئيس الرابطه السوريه للجراحه البوليه للاطفال. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك على شاشه الاخباريه. صباح الخير. بس تصحيح بسيط، انا جراح اطفال مهتم بالجراحه البوليه عند الاطفال، وانا رئيس الرابطه السوريه لجراحه الاطفال. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك دكتور. تختلف جذريا عن البوليه صحيح. عن الكبار صحيح. وانت غني عن التعريف دكتور، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور بالبدايه هيك خلينا نضوي عن يعني اكثر الامراض شيوعا عند الاطفال في مجال مجاري البوليه. هلا اذا عم نحكي عن اكثر شيوعا هي الواقع الانتانات البوليه، التهابات المجاري البوليه عند الاطفال اللي تصيب كل الاعمار، كل الشرائح العمريه عند الاطفال من سن الوليد من الايام الاولى وحتى 13 و14 و15 سنه من العمر. طبعا في كثير مشاكل بوليه وتناسليه عند الاطفال، بس المهدد للحياه عن طريق تهديد الكليه هو الانتانات البوليه. طيب دكتور خلينا نحكي عن اسباب الانتانات البوليه، شو هي الاسباب الاكثر شيوعا عند الاطفال؟ هلا الانتان البولي عند الطفل قد يكون عرضي مره واحده، وخاصه عند الاناث مره مرتين بالعمر. هذا ما له قيمة الواقع، ونحن ما كثير منعيره أهمية، ولكن تكرر الإنتانات البولية عند الأطفال وترافقها بأعراض عامة مثل الحرارة، مثل النقص الشهية، مثل القمى، مثل الإقياء، وخاصة عند الوليد بالأعمار المبكرة، هي من الشغلات المهمة التي يجب أن تلفت نظر الأهل أولاً، وثانيا الطبيب المعالج طبيب الأطفال الداخلي، أنه الموضوع جدي ويجب أن يؤخذ بعين الجدية والاعتبار، ويجب معالجته بشكل فعال، ويجب إجراء استقصاءات هامة لتبيان شو السبب. هلأ من الأسباب الهامة للإنتانات البولية هو التشوهات الخلقية عند الأطفال، مثلا انسدادات الجهاز البولي عند الوليد، في شيء اسمه دسامات الإحليل الخلفي عند الوليد اللي بتمنع انفراغ المثاني بشكل كامل، يتراكم البول بالمثاني بالجهاز البولي العلوي، وهذا من أحد أهم أسباب الإنتانات البولية. في عنا كثير تشوهات بالجهاز البولي، مثلا الارتداد البولي، القلس المثاني الكلوي بنقول له، يعني عودة البول من المثاني إلى الكلية عاليا أثناء التبول، هذا من الحالات الخطيرة المهمة اللي بتسبب إنتان بولي متكرر مع حرارة، واللي أحيانا ممكن يسبب أذية بالكليتين، وهذه الأذيات في الكلية قد تكون غير قابلة للعودة صحيح. مما تسبب في النهاية قصور كلوي اللي هو مشكلة كبيرة عند صحيح. الأطفال اللي تستدعي أحيانا مثل ما بتعرفوا غسيل للكلية ورحض بريتواني، وبالنهاية قد يستدعي الطفل زرع كلية في الحالات النهائية من قصور الكلوي. يعني أركز على نقطة أن الإنتان البولي البسيط اللي نحن أحيانا منعالجه بدون اهتمام وبدون استقصاء قد يكون سبب للقصور الكلوي إذا أهمل، والقصور الكلوي معناتها دخل الطفل والبالغ في النهاية إلى
كارثة صحية طبية صحيح. اجتماعية كبيرة. تماما. دكتور ضوينا على نقطة شو هي الأعراض يلي ممكن تصير عند الطفل الرضيع على حتى الأم أو الأهل يتوجهوا عند أي دكتور، ولكن خلينا نعرف في تحاليل خاصة شو هي الإجراءات أو الإسعافات الأولية خلينا نقولها للدكتور المختص لازم هو يقوم فيها، خلينا هيك ننور الأهل حتى يعرفوا الخطوات الصحيحة في الكشف عن الانترنت. خلينا نقسم الأطفال من البداية بالنسبة لموضوع الأعراض لقسمين. الأطفال الرضع اللي هن دون السنة الأعراض البولية عندهم أعراض غير واضحة صحيح. لا للأهل ولا لطبيب الأطفال. الأعراض عادة هي أعراض عامة اللي هي انتان، اللي هي حرارة، اللي هي نقص شهية، اللي هي رفض رضاعة، اللي هي تململ، بكاء، رائحة للبول. يعني هاي الأعراض يجب أن توجه الأهل والطبيب المعالج إلى أنه قد يكون في إشكال بولي. بالأعمار المتقدمة نسبياً اللي بعد سنتين ثلاثة من العمر بتصير الأعراض خاصة بالجهاز البولي، مثلاً تعدد بيلات، يعني الطفل بيروح كتير على الحمام، حرقة بولية، زحير بولي، بحس بده يبول وما بيحسن يروح يبول، رائحة للبول كريهة إلى آخره. لذلك في فرق بالأعراض بين الأعمار الأولى وبين الأعمار الثانية. هلأ المفتاح دائما هو تحليل بول بسيط. كل طفل عنده أعراض عامة يجب إجراء تحليل للبول. تحليل البول منشوف في عنا كريات بيض، الكريات البيض مشعر عن الإنتان، كريات بيض في البول. الكيتون بيرتفع بالبول بالتحليل، فهذا أيضا يعني يوجه الأهل والطبيب إلى أنه في إشكال في الجهاز البولي. هلأ طبعا الاستقصاءات الثانية إذا شخصنا هالطفل في عنده إنتان بولي لازم نعمل له زرع بول، لازم نعمل له تحليل الدم لتقييم وظائف الكلية، لازم نعمل إيكو اللي هو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لنقيم الجهاز البولي، هل هناك توسع بالكلية بالحالب، هل هناك سمالي بولية. سمالي بولية نعني أنه المثانة عم تنفرغ ولا لا بعد التبول بشكل كامل، هذا كتير مهم. الواقع الإيكو باليد الخبيرة بيعطي كتير معلومات هامة عن الجهاز البولي وبوجه الطبيب والأهل شو لازم يعمل. بس في نقطة كتير هامة الواقع، الوليد بأعمار مبكرة بالأشهر الأولى اللي عنده إنتان بولي يجب أن يؤخذ الموضوع بشكل جدي جدا، ويفضل أن يعالج هذا الطفل بالبداية في المشفى بالمعالجة عن طريق الوريد، لأنه دائما بالأعمار المبكرة وقت بيكون في إنتان بولي دائما في سبب تشريحي يجب حله ويجب تشخيصه ويجب معالجته باكرا. أضرب مثال على ذلك، الدسامات الإحليل الخلفي عند الوليد اللي بتكون موجودة خلقيا والولد لسه في بطن أمه، فهذا تدبيره من الساعات الأولى، يجب خزع الدسامات بالتنظير عن طريق التنظير في مناظير خاصة للأطفال ياسا كثير صغير. من خلال هذا المنظار فين الواحد يخرب هذه الدسامات ويستأصلها وينهي له المشكلة إلى حد بعيد. دكتور حسام أشرت لنقطة كتير مهمة، يعني قلت ممكن بعض الأهالي يغفلوا عن الإنتانات فينا نقول البولية وهي بتصيب فينا نقول الطفل بأعمار مبكرة، فينا نقول الرضيع. لما نغفل عنها كأهالي شو الأضرار الصحية اللي ممكن تأثر بالمستقبل؟ يعني بيكون نحن نقول في إنتان رجع هيدا الإنتان، هو لا أساساً ما تم معالجته لهذا الإنتان لهيك استمر مع هذا الطفل. الإنتان البولي هو وقت بيصير إنتان بولي علوي نعني به إنتان للجهاز البولي على مستوى الكليتين، هذا راح يسبب نقص تروي بالبرنشيم الكلوي. نقص التروي بالبرنشيم الكلوي بيعمل ندبات على القشر الكلوي سكارز، هذه الندبات وقت بتتقدم راح تفقد الكلية جزء من وظيفتها اللي هي وظيفة
وظيفة ترشيح الدم من السموم اللي هي البولة والكرياتينين. فمعناتها نحن عم نروح إلى كاتيجوري تاني اللي هي طفل مصاب بقصور كلوي. القصور الكلوي البسيط ممكن يتدبر بالأول، ولكن إذا تفاقم القصور الكلوي وأصبح قصور كلوي مزمن، فهذا الطفل راح يروح على شيء اسمه تنقية الدم بالتحال، يا أما البريتواني يا أما الدموي، وهذا بالنهاية راح يصير طفل مرشح لزرع كلية ومشاكل زرع الكلية المعقدة. ولذلك إهمال الإنتانات البولية قد يودي بوظيفة الكلية ويدفع الطفل إلى مشاكل كبرى جدا. نعم دكتور، يعني في كثير من الأطفال بيعانوا من حصر بول، طيب إمتى هي المشكلة أو نحن كيف فينا نفرق إنه هي تكون عضوية ولا تكون نفسية عم يتدلل، يعني أو عم يعاني من أي شيء نوع أزمة نفسية، كيف فينا نفرق بيناتهم؟ هلا كلمة حصر البول أيضا كثير لازم الواحد يوضحها. صحيح. هلا الأهل ما بنعرف شو معنات كلمة حصر بول، شو بيعنوا فيها الأهل، هل هو قلة عدد مرات التبول في اليوم، أو إنه الطفل عم يعاني أثناء التبول من ألم أو إزعاج، أو إنه الطفل عم يبول جزء بسيط من الكمية اللي لازم يبولها على عدة مرات، عم يقطع تقطيع. لذلك لازم دكتور في اطفال ما بدهم يتبولوا، بيضلوا يمكن حاصرين هيك لا حتى تمام. لذلك يعني لازم نحن نوضح شو نعني او شو يعني الاهل بكلمه الحصر البولي. اذا عم نحكي عن فعلا حصر بولي، يعني عدم امكانيه تفريغ المثاني بشكل اكيد، فهذا موضوع مهم وجدي، لأنه هذا سوف يسبب إشكال في وظيفة المثاني مع الزمن، وسوف ينعكس ذلك مثل ما حكينا على الجهاز البولي العلوي، وهذا أحد أسباب الإنتانات البولية المتكررة، أنه البول ما نوع عم ينفرغ، عم يتراكم في المثاني، عم يصير في إنتان. هلأ نحن ما نقول أسباب نفسية، خلينا نقول في له أسباب سلوكية، لأنه كلمة نفسية شوي خطيرة وتقلق الأهل وإلى آخره. في أسباب سلوكية وخاصة عند البنات، وخاصة أحياناً وقت بيضطروا يحصروا لفترة طويلة بالمدرسة عندما تكون الحمامات غير نظيفة بشكل كافي، أو ما هم متعودين يستعملوا بعض أنواع التواليتات اللي هم مستعودين عليها بالبيت. لذلك في أحياناً مشكلة سلوكية بموضوع الحصر البولي اللي عم تحكي عنه، هي تدبيرة بسيط الواقع وما بتأثر عادةً على الجهاز البولي بشكل جدي، وهي يعني ممكن حلها عن طريق تدبيرها مع الأهل. هلأ في عنا الحصر البولي اللي بيكون اللي بسبب تضيق في الجهاز البولي السفلي، تضيق عضوي مثلا، في تضيقات بالإحليل، في شغلة كتير بسيطة اللي هي تضيق سماخ البول، الفتحة البولية الخارجية عند الذكر قد تكون أحيانا ضيقة جدا، الطفل ببول بشكل كتير قوي لبعيد متر مترين، الأهل بيفرحوا بيظنوا أنه هذا شيء إيجابي، أنه الطفل عم يزت البول لبعد متر، بيقولوا ما شاء الله الولد كتير وضعه، هذا يعكس تضيق شديد بالصماخ البولي اللي لازم يتدبر جراحيا بشكل سريع، وهو تدبير بسيط عبارة عن إجراء جراحي بيستغرق 5 دقائق 10 دقائق بتخدير خفيف وبتنتهى الأمور. لذلك يعني كلمة الأسر البولي أو الحصر البول لازم نعملها. هلأ في عنا مشاكل مهمة جدا بالجهاز البولي بتسبب الحصر اللي تفضلتي عنه، اللي هي المثانات العصبية. المثانات العصبية يعني بيكون في إشكال في تعصيب المثاني. المثاني إلى وظيفتين مهمات لازم يكونوا ممتازات حتى الطفل يحسن ما يصير في إشكال بالجهاز البولي. المثاني إلى وظيفة، أول شيء تجميع البول واحتوائه وحبسه. 2 الوظيفة الثانية هو تفريغ المثاني بشكل كامل. بقاء جزء من البول بالمثاني اللي منقول عنه السمال البولية، هذا له مشاكل. لذلك من أحد أسباب الحصر البولي هو الاضطرابات الوظيفية العصبية في المثاني.
هي لازم تتشخص، بتشخص بالإيكو، بتتشخص بالفحص، وبتتشخص أخيرا بشيء اسمه اليورو دايناميك اللي هو قياس ضغوط المثانة، وهذا متوفر الواقع بمشفى الكلية الجراحي، متوفر مشفى الأسد، متوفر مشفى المواساة. وهذا الإجراء هو عبارة عن إجراء بسيط، تخطيط بسيط، من خلاله فينا نقيم وظيفة المثانة العصبية ونتأكد أنه ما في إشكال عم يسبب بقاء البول بالمثانة. دكتور، فينا هيك يعني نقول أي أكثر عرضة الأطفال، ذكور ولا الإناث، لمشاكل بولية، ولا ما في بالمجمل أي دراسة أو أي شيء بيثبت؟ سؤال كتير مهم. الواقع البنات بسبب قرب الفوهة الشرجية من فوهة الإحليل هن معرضين أكثر للإنتانات البولية العرضية، خلينا نقول اللي ما لها مشاكل، أكثر من الذكور. لذلك نحن أولاً تنظيف المنطقة أحياناً صعب كتير، تنظيف المنطقة الخاطئ، منطقة البولية التناسلية أيضاً بسبب مشكلة. دائماً منأكد أنه يجب أن تنظف المنطقة من الأمام للخلف وليس من الخلف للأمام. موضوع الدوش أو الرشاش اللي بيغسل المنطقة عند الأطفال أحياناً له مشاكل، يفترض أنه نحن نستعمل تيار ماء من الأمام نحو الخلف. حتى المحارم المعطرة، الصابونات اللي فيهم كمان مواد كيميائية قده هي كمان مؤذية. كمان إضاءة مهمة جداً، موضوع المحارم اللي فيها مواد كيماوية وفيها معقمات لا تستعمل أبداً بالمنطقة التناسلية عند البنات، لأنه بتخرج جدار المهبل، بتخرج الغشاء المخاطي بهالمنطقة. المعقمات وإفراط استعمال الصابون والشامبويات وإلى آخره أيضاً خطأ. أحسن منظف لهذه المنطقة هو الماء، أحسن منظف هو الماء وبدون رد ميكانيكي. هلأ نحن كتير بنوصي الأطفال اللي عندهم مشاكل من هالنوع أنه يعملوا مغاطس مي فاترة بدون ملح، بدون معقم، بدون أي شيء. هذا كفيل بأنه يغسل المنطقة ويخلي هالكم من البكتيريا اللي بيجي مع البراز أنه ينغسل وينشطف. أبداً استعمال المعقمات غلط، استعمال المحارم اللي فيها مواد كيماوية ومعطرة أيضاً خطأ بهذه المنطقة. هلأ الذكور أقل تعرض لذلك بسبب شكل الجهاز التناسلي، لذلك الذكور اللي يصابوا بإنتانات بولية نحن دائماً أحرص أنه نبحث عن سبب تشريحي، لأنه العدوى من المنطقة السفلية مستبعد أكثر من النساء بسبب شكل الجهاز البولي التناسلي. وقتنا معك خلص بسرعة دكتور عدنان حسامي، حكينا عن معلومات مهمة وإضاءات مهمة لازم فعليا مثل ما قلت ببداية حديثك الأهل ما يغفلوا عنا، لأنه الانتهانات البولية عند الأطفال إلى آثار كتير سلبية على صحة الطفل وسلامته. بنتشكرك على وجودك معنا، وأكيد لنا محطات قادمة بصباحات أخرى. شكرا كتير لك. شكرا جزيلا. شكرا أكيد كبرنا بوجودك معنا دكتور. شكرا كتير لك، يسعد صباح. شكراً.